شهد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم إطلاق أول دورة تدريبية لمجموعات الشباب التي ستقوم بمتابعة المشروعات المزمع تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري. قال محافظ بني سويف في تصريحاته إنه تم إطلاق تدريب لشباب المحافظة من المشاركين في مبادرة حياة كريمة بعد أن جرى اختيار مركزين بالمحافظة وإدراج 66 قرية من بين القرى الأكثر احتياجا. احنا النهارده بنشهد التدريب اللي بيتم لشباب المحافظه المشاركين في مبادره حياه كريمه. مبادره حياه كريمه الحمد لله بني سويف محظوظه انها داخله في هذه المرحله بمركزين، هم مركزي ناصر وبيبا بعد ما كانت بني سويف مش مدرجه اصلا في مبادره حياه كريمه، فالحمد لله كنا محظوظين ان بني سويف تدخل بمركزين، وزي ما فخامه الرئيس قال ان احنا هندخل الريف ومش هنخرج منه غير وهو حاله افضل كثيرا، وهو ده اللي بيتم. تم ادراج 66 قريه في مبادرة حياة كريمة في بني سويف، هم الأكثر احتياجا للخدمات. وخلينا نقول إن احنا مش بنشتغل بس على تطوير الخدمات، لا، احنا بنتكلم حتى على تطوير الفكر. وعلشان نضمن المنظومة دي بتسير بشكل صح، كان دور المحافظة الأهم هو المتابعة للمشاريع اللي هتتم إن شاء الله. وعلشان ده يتم كان لازم يبقى لينا عناصر موجودة على الأرض عندها القدرة على فهم كيفية متابعة وتقييم المشروعات. وبالفعل احنا في المنظومة عندنا هنا في المحافظة اعتمدنا على شباب البرنامج الرئاسي، واعتمدنا على شباب مبادرة تأهيل وتمكين اللي احنا أطلقناها منذ سنة وبيشتغلوا على الأرض بقالهم سنة، إضافة إلى الشباب المتطوعين اللي موجودين في القرى، لأن فكرة مشاركة الشباب في هذه المبادرة هيخليهم يحسوا بقيمة ما يتم إنجازه على الأرض وهم اللي يكونوا بيعملوا على الحفاظ عليه.